مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد، حلقه جديده السادسه، يعني ساعات بسيطه جدا ويبدا اللقاء المنتظر المرتقب بين النادي الاهلي والنادي المصري في مشوار المارد الاحمر لحسم بطوله الدوري، وكلام كتير جدا عن بيتهيألي النهارده مجموعه اهداف مهمه جدا النادي الاهلي يحققها من مواجهته مع النادي المصري في برج العرب. بس قبل ما اتكلم عنها بالتفاصيل ويهمني جدا اسمع راي حضراتكم فيها، خلوني اقول مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على جمهور قناه الاهلي. زي ما احمد قال النهارده تغطيه خاصه ان شاء الله لمباراه الاهلي والمصري. فاهمين كويس قوي ان الجمهور محتاج يطمن النهارده على النادي الاهلي، محتاج يطمن اكتر، محتاج غير الثلاث نقط انه يشوف اداء افضل باذن الله للفريق من قبل كده. فاهمين كويس قوي انه الهايلايت والخبر المفرح هو رجوع صالح جمعه للقائمه، وده كان مطلب من المطالب الرئيسيه لجماهير النادي الاهلي. الحقيقه انه مفهوم جدا انه صالح جمعه وجوده في الفريق مهم جدا، مهم انه يكون له دور كويس قوي الفتره اللي جايه سواء في ماتشات الدوري او في افريقيا، لانه الكواليتي بتاعه صالح جمعه كلاعب اكيد كواليتي مش موجوده في لعيبه كتير في مصر يا احمد. لاعب مهم جدا، والحقيقه انه جماهير النادي الاهلي كانت بتتغنى انه لازم رجوع صالح جمعه، وريني فايلر الحقيقه كان حاطط له تدريب خاص يعني او برنامج تدريبي خاص ومشي عليه اللاعب الفتره اللي فاتت، واجتهد جدا في التدريب زي ما كنا بننقل لحضراتكم كل يوم لحد ما بقى عودته خلاص اساسيه او رسميه. طيب خلينا نتفق انه الثلاث نقط مهمين، طبعا مهمين جدا، والثلاث نقط بتوع النهارده تحديدا يفرقوا معانا بشكل كبير جدا في مشوار الدوري. خليني اقول لحضراتكم انه الاهلي ان شاء الله باذن الله لو كسب النهارده قرب لدرع الدوري بنسبه 70-75%. اعتقد هنكون فرقنا احنا 59 نوصل 62، هنكون زياده ماتش واحد عن اقرب منافس لينا اللي هو بيراميدز. احنا بنتكلم في 20 نقطه وفاضل في الدوري هيكون 11 ماتش، صعب قوي قوي ان لم يكن مستحيل، طبعا ما فيش مستحيل في الكوره، لكن صعب قوي على فرقه النادي الاهلي انها تخسر الكم الكبير جدا من الماتشات اللي يعوض الفارق بالنسبه لاقرب منافسين. ده في حال ما اذا فاز المنافس المباشر ليك اللي هو بيراميدز دلوقتي بكل ماتشاته. عشان كده بقول لحضراتكم بنسبه كبيره جدا كل خطوه، كل مباراه، كل ثلاث نقط بيضيفهم الاهلي لرصيده بيقربوا النادي الاهلي خطوه عملاقه نحو حسم بطوله الدوري. احنا لسه رقميا طبعا الدوري ما اتحسبش، لكن اللي بقوله لحضراتكم انه بنسبه 60 او 70% يدخل الاهلي بشكل كبير جدا في حسم البطوله ان شاء الله لو كسب النهارده. ثلاث نقط مهمين اتفقنا على الجزئيه دي، لكن في نقط واعتقد اهداف قدام الجهاز الفني قدام لعيبه النادي الاهلي النهارده في ماتش المصري في غايه الاهميه ولا تقل اهميه باي حال من الاحوال على الثلاث نقط. بدايه الروح اللي شفنا فرقه النادي الاهلي بتستعيدها في اللحظه اللي طرد منها او اللي طرد فيها ديانج في الماتش الاخراني. الحقيقه يمكن انا طبعا يعني مش بتكلم على الماتش ومش بتكلم على الحاله ومش بتكلم في الهدف بتاع مروان اللي جه بلس 90، ومروان واحد من المكاسب زي ما قلنا، بادجي واحد من المكاسب في ماتش اسوان وانه ابتدى يجي. مروان اعتقد الهدف اللي جابه مؤثر حاسم صعب، قول عليه زي ما تقول، لكن الحقيقه اعتقد انه استعاد بيه مروان جزء كبير جدا، مش هقول من حساباته مع جمهور نادي الاهلي لكن من حساباته مع نفسه. واعتقد انه الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله واحد من اهداف الماتش النهارده ان احنا نشوف كيرف راس الحربه رقم 9 في نادي الاهلي بيعلى، سواء كان مروان اللي بيشارك او كان بادج اللي بيشارك. ده هدف، الهدف اللي قلت لحضراتكم عليه فكره روح الفانيلا الحمراء اللي ظهرت بشكل كبير جدا الماتش الاخراني لغايه لحظه ما قبل ديانج. كنت حس انه الفريق رغم انه بيلعب مكتمل الا انه مفتقد الروح، مفتقد الحميه، مفتقد الدافع، مفتقد حاجه مش مؤثره بشكل كبير جدا على شكل على تيم النادي الاهلي. لكن في اللحظه ساره اللي خرج فيها ديانج انا شفت الحقيقه النادي الاهلي كما تعودنا، رغم حاله النقص العددي ورغم انه الجونه كان مركز بشكل كبير وكان فايق في اليوم ده وكان بيمثل مصدر خطوره على النادي الاهلي، والشناوي الحقيقه كان عملاق في اكتر من لقطه، لكن الحقيقه الروح دي هي اللي نتمنى انها تستمر النهارده في مباراة المصري. من المكاسب كمان ومن الأهداف اللي الأهلي النهاردة أعتقد حاططها قدام عينيه هي فكرة أنه يدي مساحة للعيبة إن شاء الله أنه الجيم يبقى ماشي وظروف الجيم كويسة. زي ما أنت بتقولي صالح النهاردة داخل القائمة، وأعتقد أنه لو الماتش ماشي كويس مع الأهلي هنشوف صالح في الملعب حتى ولو لدقائق بسيطة، مفيش حد طبعا هيرجع إلا يعني لما يكون بالتدريج. وكمان غير صالح في لعيبة تانية لو الماتش وظروف المباراة مشيت كويس وكانت في مصلحة النادي الأهلي أعتقد أنه الجهاز
عايز يجرب اكتر من لعيب واكتر من طريقه. وزي احنا كنا لسه بنتكلم على محمود وحيد برضو انه يعني طمنا عليه، فطبعا هتبقى فرصه للجهاز الفني انه يدي اكتر من لعيب ويحط بدايل في اكتر من مركز ويجرب اذا سمحت الظروف طبعا اكتر من طريقه خلال المباراه. فعشان كده بقول لحضراتكم ماتش النهارده مهم جدا، سواء من ناحيه حسابات الارقام وحسم البطوله او من ناحيه الفرص والاهداف اللي بيركز عليها الجهاز الفني للنادي الاهلي. ونتمنى كل التوفيق ان شاء الله للمارد الاحمر في برج العرب. ماتش النهارده بالمناسبه 8:30، عشان في ناس كتير جدا ممكن تبقى فاكره ان الماتش زي الماتشات اللي فاتت هيكون 9، على ماتش النهارده ان شاء الله 8:30 في ملعب برج العرب. اكيد فعلا يا احمد جمهور النادي الاهلي مبسوط باداء مروان محسن في ماتش الجونه، خصوصا بعد احرازه الهدف الفوز في الدقائق الاخيره، وده بيفرق جدا مع اللاعب زي ما انت قلت، ثقته بنفسه برده تفرق معاه بعد هدف زي ده، هدف قاتل يعني في وقت حاسم. وكمان فعلا دعم جمهور النادي الاهلي للعيبه للفريق سواء لمروان محسن او لاي حد، ده بيوصل جدا للعيبه وبيفرق معاهم، بيكونوا عايزين دايما يبقوا افضل في المباريات اللي بعد كده. هو الجون ده ظروفه تحديدا محتاجين نقف معاها وقفه، يعني سمحت لنا بيبو سريعا جدا. الهدف اللي جاي في الدقيقه 90 بيدينا درس، مفترض ان كل الاهلاويه خلاص عرفوه وحفظوه عن ظهر قلب زي ما بيقولوا. الحساب دايما يجي في النهايه، انتظر الى لحظه النهايه وبعد كده نقدر نتحاسب. واعتقد انه جول بتاع مروان في ماتش الجونه بيدلل وبياكد على الكلام ده. بالنسبه لمروان انا ما يتهاليش انه كان يحلم بسيناريو افضل من كده. اولا الهدف ده صعب جدا على اي مهاجم، ثانيا توقيت الهدف في حد ذاته بالنسبه لسير المباراه في غايه الاهميه وليه دلاله كبيره جدا، ثالثا حالة الهجوم اللي عقبت ماتش القمة لقاء القمة الأهلي والزمالك على مروان، يجي بعدها في مباراة ظروفها كلها ماشية عكس التيار وضد النادي الأهلي وتكون لحظة الحسم فيها على إيد أو على رجل مروان محسن، أعتقد سيناريو ما كانش مروان نفسه يحلم بيه. وأعتقد أنه إذا كان في فرصة فأعتقد أنه ما فيش فرصة أفضل من دي يجب استغلالها. تعالي بقى قبل ما نتكلم في تفاصيل الأخبار نروح طبعا ده أسيست الشناوي العالمي، توقيفة صعبة جدا في منطقة صعبة جدا وتخليصة ولا أروع بصراحة. وانت تتفرج كان إحساسك إيه أول ما مروان محسن الأهلي ما كانش جديد عليا، يعني أنا لغاية ما الحكم بيصفر عارف إن احنا أنا عارف إنه في أي لحظة الأهلي ممكن يخلص. ده الأسيست الشناوي، وعلى فكرة يبدو برضو إنه اللعبة دي متمرنين عليها، يعني الشناوي عامل كرة قبل كده أعتقد للشحات في سوبر 3-2 في برج العرب نفس اللعبه دي. فاعتقد انه ويبدو انه حتى الخمس دقائق الاخرانيين في ماتشات الاهلي بيبقى ليهم سيناريو مختلف او ليهم تكتيك مختلف بيلعب عليه ريني فايلر واللي قبل ريني فايلر الحقيقه. ويمكن دايما الاهلي اكتر حاجه بتميز لعيبته انه اللحظه الاخيره هم عندهم احساس انه لازم يكون في استماته او قتال على تحقيق الهدف مهما كان الوقت. 90 فعلا مش هتلاقيها في فرق تانية، مش شرط في مصر بس، يعني لا يعني دايما احنا شفناها في ماتش المقاولين الاخراني برضه، كانت روح الفانيلا الصفراء بقى ظهرت في المباراه دي. تفاصيل الاخبار، نروح لتفاصيل الاخبار. النهارده طبعا زي ما قلنا لحضراتكم الاهلي عنده ماتش الساعه 8:30، مباراه مهمه جدا وقويه قدام المصري على ملعب برج العرب في منافسات الجوله 23 زي ما حضراتكم عارفين. طبعا زي ما احمد قال الاهلي عنده دوافع كبيره جدا من اجل الفوز بالمباراه دي، اهمها ان هو يواصل مشواره نحو اللقب والابتعاد اكتر عن منافسيه، طبعا بعد ما اتسع الفارق بينه وبين اقرب المنافسين ل 17 نقطه. الاهلي يدخل المباراه دي متربع على قمه الدوري ب 59 نقطه، والمصري هيخوض اللقاء ده ب 22 نقطه في المركز ال 16. طبعا من المتوقع ان يبدا السويسري ريني فايلر بتشكيل مكون من محمد شناوي في حراسه المرمى، علي معلول ورامي ربيعه وايمن اشرف ومحمد هاني في خط الدفاع، عمرو السوليه، حمدي فتحي واجاييه وقفشه وجيرالدو في الوسط، وفي الهجوم اليوباجي. قبل ما نتكلم مع حضراتكم على قصه حسين الشحات خلونا ناخد ونروح لفاصل سريع جدا ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه. مرة تانية برحب بحضراتكم في السادسة.
ويعني اتكلمنا يمكن في السياق كده انا وساره واحنا في اول حلقه على انه الحمد لله بنطمن على رؤوس الحربه في النادي الاهلي، جاي ابتدى يدخل وابتدى يقدم اوراق اعتماد الجمهور، اعتقد ان الجمهور راضي عنه بشكل كبير، وفي كتير من الجماهير صنفته في ماتش الزمالك انه اللعيب اللي كان الافضل من حيث المستوى في النادي الاهلي، قدم مباراه لا باس بيها قدام الجونه، مروان رجع بهدف ولا اروع في توقيت حاسم، فبالتالي المهاجم الصريح في الاهلي بيطمنا. الفتره اللي جايه ان شاء الله كمان النهارده شايفين صالح في القايمه الى حد كبير، واحد من اهم الاوراق عند النادي الاهلي. اللي جاي بقى ان شاء الله افضل. ليه بقول لحضراتكم؟ حسين الشحات راجع، انا بتكلم على الاجنحه، حسين الشحات راجع ان شاء الله باذن الله قريب، واعتقد في خلال الاسبوع اللي احنا فيه ده هيبتدي كابتن حسين يرجع تمرين النادي الاهلي بشكل كبير. كهربا نفس الحكايه، كهربا اعتقد هيرجع في ماتش الاسماعيلي، يعني فوت ماتش النهارده، عندنا بعد كده وادي دجله، بعد كده حرس، ماتش الاسماعيلي ينتهي ايقاف محمود كهربا ويرجع لتشكيله النادي الاهلي. ودي الحقيقه دي اوراق كان الاهلي وكان ريني فايلر على وجه التحديد مفتقدها في فتره من الفترات، ناهيك عن انه فكره التوقف الطويله يعني توقف المسابقه نفسها، وده بالتاكيد اثر سلبا. فكل ما العجله بتدور وكل ما بتحرك لقدام كل ما المؤشرات كلها بتقول ان شاء الله انه الاهلي بشكله الطبيعي وبحجمه الطبيعي راجع ان شاء الله، خصوصا في توقيت مهم جدا قبل بطوله افريقيا. عبد محمود كهربا الحقيقه بيقوم بتمرينات وتدريبات في مقر النادي الاهلي في التتش، طبعا حضراتكم عارفين انه بيغيب عن لقاءات الفريق عشان بينفذ عقوبه الايقاف اللي كانت توقعت عليه في ماتش السوبر المصري مع الزمالك، ومن المفترض ان شاء الله انه يرجع للماتشات زي ما قلت لحضراتكم خلال الفتره المقبله، وتحديدا في ماتش الاهلي والاسماعيلي. ويمكن كان ليه فيديو زي ما حضراتكم شايفينه نشره كهربا على صفحته على او على يعني على الانستجرام الخاص بيه خلال يعني تاديته لمجموعه من التمرينات دي، كانت النهارده الصبح الحقيقه، ودي تمرينات منفرده يعني بيقوم بيها بشكل منفرد، بينفذ البرنامج التاهيلي اللي حاطه ليه الجهاز عشان لما يرجع ان شاء الله ويتشال الايقاف يبقى جاهز انه يدخل في التشكيله بشكل سريع. حقيقة يا أحمد يعني تعليقا على كلامك أنه عودة حسين الشحات فعلا في وقت مناسب جدا قبل أفريقيا، واحد من اللعيبة المهمة جدا في النادي الأهلي، وغيابه كان مؤثر، يعني مش هنضحك على بعض، غياب حسين الشحات كان مؤثر فعلا، كويس أوي أنه هو راجع في وقت مناسب قبل بطولة أفريقيا. نروح مفيش لعيب في الأهلي غيابه ممكن يبقى مش مؤثر، يعني كل لعيبه الاهلي كل واحد شايل التيشيرت الحمراء هو بالتاكيد مهم جدا في مركزه، مهم جدا للفرقه بتاعته. احنا للاسف شديد جدا بس سواء انا بتكلم علشان زي ما انت عارف انه وينج الجناح البوزيشن ده حصل فيها غيابات كتير مره واحده، فعشان كده بقول لك غيابه كان مؤثر. يعني هي الظروف كلها سواء فيما يتعلق باللعيبه اللي عودها انتهت او اعارتها انتهت او في ايقاف او في اصابه او في عمليات جراحيه، كل ده حصل في 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 نفس التوقيت، وده صعب انت تتكلمي على اسماء كل لعيب منها او كل اسم منها يشيل فرقه لوحده، فبالتالي لما كل الاصابات دي او كل اسباب الغياب دي، انا مش بقول اصابات بس، كل اسباب الغياب دي تحصل في نفس التوقيت بالزبط. بتبقى صعبه عشان جدا. عشان كده فعلا بنقول انه عودتهم مهمه جدا وفي وقت مناسب جدا قبل افريقيا اللي هي الهدف الاساسي لينا. روح لمسؤول اتحاد الكوره اللي بيدرسوا زياده عدد اللاعبين في الموسم اللي جاي بقائمه الانديه ل 35 لاعب بدلا من 30 لاعب لمواجهه طبعا ضغط المباريات في الموسم اللي جاي واللي بيتخللوا كتير من التوقفات، وبالتالي هيتم الاتفاق مع الأندية على زيادة عدد القائمة مقابل عدم الاعتراض على جدول المباريات في الموسم الجديد. في اقتراح الحقيقة بيقول أنه هيكون 35 لاعب من بينهم 5 لاعبين مواليد 97 من أجل طبعا إعداد اللاعبين دول للمنتخب الأولمبي اللي هيشارك في الأولمبياد، وتحديدا بعد إلغاء الدوري الخاص بمسابقة 97. عندك طبعاً تعليق على الموضوع؟ لا بتهيألي فرصة كبيرة جدا بالزبط. أنت عندك جيل كامل من اللاعبين خصوصا اللي بيمثلوا منتخب مصر الاولمبي، اعتقد هيبقى هم المستفيد الاول من الحقيقه. يعني دايما لما بنيجي نتكلم على القرارات لابد ان احنا ناكد على فكره انه كل الاطراف لابد انها تحقق استفاده معينه، غير كده او عكس كده مش بس القرار ده ممكن يلقى رفض او مقاومه، لكن كمان هيبقى
تنفيذه فيه صعوبه شديده جدا. احنا هنا بنتكلم على استفاده الانديه، استفاده اللاعبين، واستفاده الجبليه. الثلاث اطراف للمثلث دول اعتقد من قرار زياده القائمه ال 35 اعتقد كل واحد منهم هيحقق هدف بشكل او باخر، خصوصا ان احنا عندنا طبعا السنه الجايه كمان يعني بالاضافه لكثره الارتباطات الانديه ومشاركه في اكثر من بطوله، عندنا كمان ان شاء الله طوكيو الاولمبيكس بالظبط كده. فالمنتخب بتاعنا محتاج اللعيبه بتاعته تبقى موجوده وبتشارك وبتحتك، واعتقد ان وجودها في قوائم فريقها هيساعد الفرقه كمان، خصوصا الفرقه اللي بتلعب في اكثر من مضمار او اكثر من بطوله، انها يبقى عندها وفره من اللاعبين لا قدر الله في حاله اصابه البعض او مشاركتهم او ايقافهم، يبقى عندهم بدائل وحلول. عايز اقف مع لقطه مع حضراتكم. انت عارفه قد ايه يعني انه منظومه الاهلي منظومه منضبطه جدا ومحترفه جدا، وما بتسيبش الحقيقه فرصه لاي تفاصيل. احنا هنشوف مع حضراتكم واحنا كنا بنتكلم من يومين مثلا، ده الفندق مقر اقامه اللاعبين. دكتور عبد الرحمن الحقيقه معني جدا بفكره الاوزان بتاعه اللعيبه، عشان كده في لعيبه محتاجه تنزل مثلا، في لعيبه محتاجه تثبت وزنها، في لعيبه محتاجه عناصر معينه. فبالتالي احنا مش بنتكلم على بوفيه غدا انه كل واحد يخش ياكل اللي هو عايزه، لا، كل واحد معروف البورشن بتاعته او الكميه بتاعته المفترض ان هو ياخدها قد ايه من كل عنصر من العناصر اللي جسمه محتاجها، وبيتم وزنها بالجرام، وبعد ما بيتم وزنها وتحديدها تحديد نوعيتها هتشوفوا حتى دكتور عبد الرحمن بيكتب اسم كل لعيب على الوجبه بتاعته. فهنا احنا مش بنتكلم على يعني حتى ادق التفاصيل الصغيره جدا بيتم اخدها في الاعتبار، وبيتم زي ما حضراتكم شايفين دي رقم التيشيرت نفسه او رقم اللعيب نفسه بيتم وضعه على العلبه، وبيتم اختيار بقى العناصر اللي هو محتاجها طبقا للاتفاق طبعا مع الجهاز الفني. الجهاز الفني ممكن يشوف لعيب زايد شويه فده مأثر على ادائه في الملعب، او لعيب محتاج يعني كنا بنتكلم من يومين عن انه صالح نتيجه الابتعاد لفتره طويله كان الجهاز الفني مهتم جدا انه صالح يفقد وزنه عشان يبتدي يدخل في تشكيله الماتشات سنه بسنه. الاهلي ما بيسيبش حاجه للظروف يا احمد، كل حاجه مترتبه بالظبط. لا بس دي تفصيله صغيره جدا الناس ممكن ما تكونش يعني مدركه انه احنا طبعاً. الاهلي في معسكر مغلق، الاهلي في فندق الاقامه، يعني احنا بنوري انه في تاتش صغير جدا او لمسه بسيطه جدا توضح لحضراتكم قد ايه كل تفصيله فيما يتعلق بفرقه النادي الاهلي بيتم اخذها في الاعتبار والتعامل معها بمنتهى الاهتمام والدقه. نروح للمنتخب الاول اللي بيشهد حاليا ازمه بسبب صعوبه الاتفاق على مباراه وديه خلال نوفمبر اللي جاي ده. حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر طلب زياده فتره معسكر المنتخب في شهر نوفمبر اسبوع اضافي، ويخوض خلاله مباراه وديه للاستعداد لمباراه توجو في نفس الشهر ضمن تصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2022، وطبعا اللي هتستضيفها الكاميرون. الازمه اللي بتواجه جهاز منتخب مصر الاول هي صعوبة استقدام منتخب قوي يضم عناصره الأساسية خلال الفترة اللي بيرغب فيها حسام البدري ان هو يخوض ودية، لانها هتكون طبعا قبل انطلاق الأجندة الدولية، وبالتالي في حالة موافقة اي منتخب على مواجهة الفراعنة هتكون طبعا بدون لاعبي الدوليين، وهيكون فقط اللعيبة المحلية هي اللي موجودة، وعشان كده المباراة هتكون ضعيفة. ونفس الامر البدري برضو اللي هيخوض الوديه بالمحليين ايضا، لان اللاعبين الدوليين هيكونوا طبعا متواجدين مع انديتهم برضو، وبالتالي مش هتكون الوديه دي مفيده بشكل كبير للمنتخب لجانب الاجراءات الاحترازيه والطبيه الخاصه بفيروس كورونا، واللي طبعا هيتم التعامل بيها مع المنتخب اللي هيصل مصر لخوض الوديه، واللي غالبا هيكون منتخب افريقي. يعني احمد فكره انه يكون ماتش من غير اللعيبه الدوليه اللي هي بتكون من اهم العناصر الموجوده في الفرق، شايف ان هو هيكون فعلا مباراه ضعيفه، مش هيقدر يحدد من خلالها مستوى الفريق الحقيقي سواء كان هو فرقته هو او الفريق الخصم. ليه يعني انت طبيعي جدا قبل ماتش مهم جدا بروفا للماتش الرسمي بالظبط، عايزه تجربي اللعيبه، عايزه تطمني على مستواهم، عايزه تجربي طريقه لعب، وبالتالي غياب المحترفين، واحنا عندنا بالزبط. اعتقد اربعه خمسه محترفين مؤثرين جدا. قائم اساسي بنتكلم على 11 اساسيين، غيابهم الى حد كبير جدا ياثر على التجربه. بتتكلمي على ماتش او فتره ماتشات وديه قبل مواعيد الاجنده الدوليه، وبالتالي ده معناه انه المنتخب اللي هيجيلك من غير اللعيبه الاساسيين، انت هتلعبي من غير اللعيبه الاساسيين، وبالتالي التجربه مش هتبقى
يعني مفيده قوي لاي طرف من الاطراف. كان الله في عون كابتن حسام، لانه السيزون ده سيزون يعني مضروب بالنار، يعني اي حد في موقع مسؤوليه خصوصا لما نكون بنتكلم على منتخب مصر موقفه صعب جدا. الانديه اغلبها بيعاني، اللعيبه شيء نعم ابينا على كل المستويات، على كل الانديه تراجع مستواها بشكل نسبي. ما نقدرش نقول ان فتره التوقف قربت على الاربع شهور ما تاثرش على اللعيبه بدنيا ومعنويا ونفسيا على اقل تقدير. يعني انك انت تبعد على الكوره اربع شهور وترجع تاني تخش في منافسه بقى ومطلوب منك انك ترجع بنفس المستوى، لا ده شيء شبه مستحيل، وده على العالم كله مش على مصر ومش على انديه بعينها. وبالتالي هو عنده الحقيقه سيزن صعب، عنده وقت ضيق جدا، عنده ظروف كلها ماشيه في الاتجاه المعاكس، وما اعتقدش ان كل دي تنفع او تصلح انها تكون مبررات لاي لا قدر الله اخفاق للمنتخب المصري اللي الناس مستنيه يرجع في افضل صور. بمناسبه محمد صلاح اللي انت هتتكلم عنه دلوقتي، ارسنال لسه متقدم على ليفربول بهدف. وانت بتشجع مين النهارده؟ ليفربول. ليفربول. انا ما بشجعش ارسنال اصلا. اوكي، انت بتشجع ليفربول عشان محمد صلاح؟ لا لا، ولا انت انا بشجع ليفربول من الاول من، وطبعا زياده مع محمد صلاح. يعني انت الفريق الاساسي بتاعك طول عمرك ليفربول؟ بص مش هكذب عليك، في مسكت كل ده ومستحمله كل ده. خلاص مش هقول الباقي. لا هو طبعا ليفربول كسب ارضيه وشعبيه وجماهيريه في مصر وفي الوطن العربي بسبب المو غير مسبوقه. يعني انا اعتقد انه قبل صلاح كان المان يونايتد والارسنال وممكن يخش معاهم المان سيتي، هم اكتر الفرق اللي ليها جماهيريه، لكن كله تحول عشان ابو صلاح طبعا على طول. لازم لازم. على كل الاحوال احنا عندنا واحد هنا وواحد من هنا، فمش عارفين نختار مين فيهم. يعني النني بيلعب في ارسنال، المو بيلعب في ليفربول. وانت بتشجع ارسنال صح؟ انا بحب ارسنال لكن هو مش فرقتي المفضله، انا فرقتي المفضله المان سيتي حاليا. عشان بيب جوارديولا. عشان بيب جوارديولا. ومش بس كده، عشان الكوره اللي بيلعبها المان سيتي، الكوره ممتعه يعني بصرف النظر عن البطولات والاخفاقات، لكن لما تتفرجي على ماتش المانشستر سيتي انت بتاخدي جرعه مش ممكن تشوفيها في مع نادي تاني. طب وهتحبه اكتر لو ميسي خلاص راح مانشستر سيتي؟ انا هقول رايي ممكن ناس كتيره جدا تشوفه غريب انت قوي. انت قلت انت مقتنع ان ميسي مش انا شايف انه ميسي هيعمل. بره النيو كامب ما اعتقدش هيبقى نفس ميسي اللي احنا تعودنا نشوفه في السنين اللي فاتت، خصوصا انه هيحتاج فتره عشان يتاقلم، وخصوصا انه عمره تقدم بشكل كبير. والكرة الإنجليزية تختلف جملة وتفصيلا عن الكرة الأسبانية. وأنا بختلف معاك. بتختلفي. أول مرة من أول ما بدأنا بختلف، وشايفة أن ميسي في أي مكان هيروحه فعلا هيبقى فارق جدا. الأيام وبيننا، خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول. بنرحب بحضراتكم من جديد وندخل اكتر في اجواء مباراه الاهلي والمصري. نروح لمراسلنا كريم احمد من فندق اللعيبه. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك يا ساره، ومساء الخير على زميلي احمد، وكل التحيه لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا كريم، تنقل لنا الاجواء عندك في فندق اقامه الفريق النهارده. يمكن في اللحظات اللي بكلمك فيها زميلي احمد، طبعا يعني المحاضره الفنيه الاخيره لمستر ريني فايلر هنا داخل مقر النادي الاهلي طبعا بالاسكندريه، المباراه الاهلي والمصري في الجوله 23 من بطوله الدوري العام. ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون موفقه النهارده، الكل يكون في الميعاد والكل يكون على قدر المسؤوليه كالعاده زي ما بناكد كل مره. شفنا الروح القتاليه الرائعه ويمكن حسم المباراه الاخيره في اخر الدقائق. ان شاء الله النهارده كل الدوافع دي تنعكس علينا النهارده ونبدا المباراه بشكل قوي. دخولنا في المباراه ان شاء الله باذن الله يكون موفق لفريق النادي الاهلي. كل الامور الحمد لله النهارده في فندق الاقامه كانت ماشيه بشكل رائع ومميز جدا لفريق النادي الاهلي. الشعار هو الحماس والجديه والتركيز، هي دي شعار طبعا معسكرات فريق النادي الاهلي قبل كل مباراه. النهارده حسابات فنيه اكيد لمستر نيني فايلر، عندنا بعض الغيابات النهارده، ممكن نشوف عناصر جديده داخله في تشكيل فريق النادي الاهلي نظرا للغيابات اللي موجوده في صفوف فريق النادي الاهلي على راسها احمد فتحي واليو ديانج. النهارده كمان بيعود لنا وليد سليمان ومحمد هاني، واكيد طبعا احط بين قوسين صالح جمعه واحد من نجوم النادي الاهلي اللي بيتمنى النهارده ان شاء الله مع اي فرصه يكون متواجد فيها في هذه المباراه يكون موفق. التزامه كان رائع ومميز جدا خلال الفتره الماضيه، الكل الحقيقه بيدعمه بشكل كبير. سعاده اللعيبه النهارده كانت واضحه، وامس كمان قبل ما يتوجهوا الى الاسكندريه وجمهور النادي الاهلي اللي بينتظر منه الكثير. لكن بشكل عام النهارده الحمد لله كل الظروف مهيئه لفريق النادي الاهلي قبل التحرك مباشره الى
استاد برج العرب ليستقبل هذه المباراه. وبنتمنى بقى النهارده ان شاء الله كالعاده 3 نقاط يكونوا من نصيب النادي الاهلي مع الاداء اللي الكل بينتظره، جمهور النادي الاهلي واعضائه ومجلس ادارته واللعيبه كمان ان شاء الله النهارده عايزه تحسب امر هذا الاداء. اللي بنتمنى ان شاء الله يكون موفق النهارده فريق النادي الاهلي ويكون 3 نقاط حليف النادي الاهلي، او يكون 3 نقاط النهارده من نصيب النادي الاهلي. زميلنا العزيز كريم احمد من داخل فندق اقامه فريق النادي الاهلي بنشكرك شكرا جزيلا، وكل التوفيق طبعا للنادي الاهلي. وزي ما قلت لحضراتكم يهمنا جدا نطمن انه من لحظه بدايه المباراه يكون استمرار لنهايه ماتش الجونه ان شاء الله بنفس الروح بنفس الاصرار بنفس الرغبه في الفوز بنفس مستوى الاداء اللي بيعوض دايما اي مشاكل ممكن تكون بتقابل فرقه النادي الاهلي حتى ولو كانت النقص العددي. اعتقد ده التجربه خير دليل زي ما بيقولوا ظهر بشكل كبير جدا في ماتش الجونه. كنا بنتكلم في اول الماتش مفيش تطورات لسه، ارسنال لسه متقدم ب1-0 على ليفربول. على فكره الارسنال بيبني فرقه محترمه جدا، يعني السيزون اللي جاي بالنسبه لارسنال هي ساره اصلا ما بتحبش الارسنال. لا 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 مش للدرجه، لا لا يعني ما بشجعش ارسنال بس. اوكي بس هو بيبني فرقه محترمه جدا وعامل ريكورد حلو السنه دي وعنده لعيبه يعني اعتقد السنه الجايه ارسنال فارق بشكل كبير جدا. وليفربول طبعا فرقه لو على فكره كان مين بيتكلم على صفقه الكانتارا؟ كان حد من وين روني كان بيقول انه لو تمت صفقه الكانتارا انتقال تياجو الكانتارا من بايرن ميونخ لليفربول مفيش فرقه هتقف قدام ليفربول. وفي نفس المقارنه عشان كنا لسه برضو بنتكلم عن ميسي قال انه صفقه انتقال الكانتارا لليفربول اهم وانجح بكتير جدا من صفقه انتقال ليو ميسي للمان سيتي. ده وين روني مش انا عشان يعني طيب عايز اقول لك انه احسن لاعب في الشوط الاول خلص بين ارسنال وليفربول هو كان محمد النني. ده اللي بيتقال لي، انا ما شفتش الماتش طبعا. وموضوع ليفربول والكانتارا انت بتتكلم بقى، انت هيبقى عندك اقوى خط هجوم وخط يعني الوسط، يعني انت بتتكلم الكانتارا لاعب فعلا لاعب وسط محترف، واحد فعلا احنا شفناه الماتش بتاع بايرن ميونخ بتاع الفاينل بتاع باريس سان جيرمان، كان بيضغط على نص ملعب ازاي باريس سان جيرمان وقادر يقلل الضغط من على نص ملعب بايرن ميونخ. قعدنا نتكلم في الموضوع ده شويه كتير يا احمد، يعني الحقيقه الكانتارا في لعيبه بعيدا عن القدرات الفنيه والمهاريه في لعيبه بتلعب كره بدماغها، الكانتارا واحد منهم، انيستا كان واحد منهم، في لعيبه عندها القدره انها تحرك فرقه بحالها، وتبان قدرات الفرقه دي لما تكون اللعيبه دي في افضل حالتها، عشان كده كنت لسه بقول لك انه جزء كبير جدا، انا مش ما حدش يختلف على قدرات ميسي، بس جزء كبير جدا من القدرات دي كان واضح في فرقه برشلونه ككل، وفي وجود تحديدا كمان فتره انيستا اعتقد الفرقه كلها كانت في حته ثانيه خالص، ما شفتش ده من ميسي مع الارجنتين، ما شفتوش وانا بكلمك على الارجنتين دي فرقه محترمه حالة جدا. حاله تانية طبعا، انا معاك ان ميسي مع الارجنتين ما طلعش بشكل حلو قوي، بس انا مش معاك في حته ان برشلونه عشان كان الفريق ككل، طبعا فريق عظيم وفي لعيبه عظيمه وكل حاجه، بس في كان اوقات كتير وماتشات كتير كان برشلونه كفريق واقع سوري في الكلمه، وميسي كان هو اللي بيبقى الحد الحاسم للفريق معتمد عليه علشان يكسب الماتش ده والماتش ده والماتش ده. فعلا برشلونه من غير ميسي كان هيبقى في حته تانية خالص. طب سيبك من برشلونه نتكلم على ميسي نفسه، تفتكري ممكن ميسي ورونالدو يجمعهم بعد العشره الطويله دي؟ لسه كنت قاعده الرايفلز دول صعب ممكن جدا. لسه كان بيقول لك كنت بقرا التقارير بيقولوا they have never shared a dressing room، ولا مره جمعتهم غرفه ملابس واحده ولا حتى في ماتش خيري. فالحقيقه الناس كلها نفسها تشوف مثلا ميسي ورونالدو مع بعض، بس انا بحس ان جزء من الحاله الحلوه اللي عملها ميسي ورونالدو في الدوري الاسباني كانت المنافسه بين الاثنين، مش ان الاثنين يبقوا مع بعض. ده هو بالتاكيد واحد من اكبر الخاسرين بقى، يعني بعيدا عن فكره برشلونه وميسي، انا بيتهيالي انه خروج رونالدو وميسي من الليجا الاسبانيه هيفقد الليجا نفسها جزء كبير جدا من بارقها وشعبيتها على مستوى العالم كله. عايزه اقول لك انه يعني برضو اتقال انه في برنامج اسباني قال انه ميسي بعد خساره 8-2 على طول كلم بيب جوارديولا وقال له انا عايز اكسب الكره الذهبيه السنتين اللي جايين، وانا مش هقدر اعمل ده غير معاك. الصوره اللي انت بتحبيها، الصوره اللي انت بتموتي فيها بحبها جدا. كل الذكريات السعيده لما بتشوفي الصوره دي يا ساره. بس شايف فعلا انه ميسي هياخد الكره الذهبيه؟ انا شايف انه المستقبل لاي فريق عايز يسيطر على الكره في اوروبا لو تارو مارتينيز من الانتر يجي، كيفن دي بروين
نيمار امبابي، الاربعه دول يقدروا يخلوا اي فريق في اوروبا يسيطر على كل البطولات. بتقلل من اهميته في اي فريق. طب خلينا نرجع لنجمنا محمد صلاح، هنتكلم عليه ونتكلم على واحد من بوستاته كده اللي اتكلم فيها في الفتره الاخيره، بس نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. اتهموه بالجنون، الكلام على مو صلاح، محمد صلاح النجم المصري طبعا اللي اعتقد بيعيش واحده من احلى فترات حياته، من اول ما اتنقل من اي اس روما لليفربول للريدز، والحقيقه مسيره يمكن تكون الانجح على مدار حتى تاريخ ليفربول كله. يعني ما بتهيليش انه ليفربول على مدار تاريخه الطويل وهو واحد من اكبر واعرق الانديه الانجليزيه قدر يحقق الكم الكبير جدا من البطولات دي في فتره صغيره جدا. احنا بنتكلم على بطوله دوري ابطال اوروبا، بنتكلم على كاس عالم انديه، بنتكلم على بريمير ليج السنه دي، بنتكلم على كاس السيزون اللي فات. فاحنا بنتكلم على فتره مليانه بالالقاب وبالانتصارات، وبالتاكيد انه النهارده ليفربول وهو داخل على اي بطوله هو واحد من اكبر المرشحين للفوز بيها. لكن صلاح في بداياته اتهموه بالجنون لمجرد ان هو فكر ان هو يفوز ببطوله البريمير ليج مع ليفربول فريقك المفضل. انا كنت عايزه اقول لك على حاجه. ارسنال انني مقدم شوط اول ممتاز جدا وممكن يكون مفتاح بقائه مع ارسنال فريقك المفضل. لا مش المفضل، مش المفضل، واحد من الفرق اللي بتلعب كره حلوه، وممكن هيكون ضمن خطط المدرب الموسم اللي جاي بعد اللي هو مقدمه النهارده، وطبعا لو استمر بالاداء ده، لان ده اول ماتش يعني على في فكرة الموسم لارسنال. مش بالضروره انه الواحد كل ما يعني انا اوقات كتير جدا بتفرج على ماتش لفرقتين انا ما اعرفهمش وما اعرفش اللعيبه فيهم، بس ببقى مبسوط لانه حاسس ان انا بتفرج على كره حلوه. وارسنال واحد من الفرق اللي بتقدم في اوقات كتير جدا كره حلوه. بس انا عايز اقول لحضراتكم انه الكلام على صلاح مره ثانيه انه ده واحد من التصريحات ليه اللي قالها في موقع ليفربول اكو، كانوا عملوا معاه انترفيو يعني، فكان بيتكلم انه الفتره الأسوأ في تاريخه اللي عاشها كانت الفتره اللي اصيب فيها على ايد سيرجيو راموس، طبعا مدافع ريال مدريد، في نهائي دوري الابطال دي تاريخنا كلنا. كان بيقول انه دي أسوأ فتره في حياته، والحقيقه انه يمكن من واحد من التصريحات ليه كمان زي ما قلت لحضرتك لما اتكلم على فكره انه من الممكن ان هو يفوز مع ليفربول ببطولات وتحديدا بطوله الدوري الانجليزي، اصوات كثيره جدا في مصر هنا وصفته بالمجنون. لكن الحقيقه اعتقد انه زي ما قلنا مسيره ممتازه جدا، وخدوا بال حضراتكم انه صلاح فتح لاولادنا والاجيال اللي جايه ابواب اوروبا كلها. النهارده سمعه اللعيب المصري من خلال تواجد الكينج او الايجيبشن كينج في دوري بحجم الدوري الانجليزي، واحد من اقوى ان ما كانش اقوى دوري في انجلترا، اعتقد فتح ابواب كتيره جدا. نتمنى انه الانديه والمواهب واللعيبه تستغل البوابه دي. سيب ليفربول وارسنال وبرشلونه ونرجع تاني للمباراه الاهم وهي الاهلي والمصري، ونروح لفاروق صلاح مراسلنا من الملعب. مساء الخير يا فاروق. مساء النور عليك يا زهره، مساء النور عليك يا احمد، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. انقل لنا الاجواء عندك يا فاروق قبل خلاص يعني فاضل وقت بسيط جدا على المباراه. اقدر اقول لك من هنا من داخل استاد الجيش ببرج العرب، واحده من اهم اللقاءات الجوله 23 ما بين الاهلي ونادي المصري في الدوري المصري الممتاز، واحده من المحطات الصعبه لفريق النادي الاهلي في رحلته للدفاع عن اللقب والبطوله رقم 42. لو هنتكلم سريعا على الاجواء واستعداد استاد الجيش ببرج العرب لاستضافه هذا اللقاء، نقدر نقول الجميع هنا بيعمل من اجل الخروج باللقاء في اجمل وابهى صوره. مسؤولي الاستاد هنا تم تجهيز الاستاد على اجمل وجه. مدير الاستاد كان لنا حديث مع مدير الاستاد وتحدث عن تخصيص 3 غرف لكل فريق طبقا لي، يعني احنا متعودين بيبقى غرفه واحده لكل فريق خاصه بتبديل الملابس، ولكن مع اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه تم تخصيص 3 غرف لكل فريق سواء النادي الاهلي او نادي المصري، غرفتين لتبديل الملابس وغرفه للمدير الفني لو يعني المدير الفني لو اتكلم على المحاضره الاخيره او المحاضره اللي بتبقى ما بين شوطي اللقاء للاعبين. دي كانت من اهم الامور والاجراءات الاحترازيه. ايضا حاله التعقيم اللي بنشوفها على مدار يعني كل ربع ساعه او كل ثلث ساعه في
تعقيم مستمر من مسؤول استاد الجيش ببرج العرب. الجميع هنا يعني في ايضا امور واجراءات احترازيه مشدده، وجود لجنه طبيه. احنا متعودين دايما ان في كل لقاء بيبقى فيه مراقب طبي، النهارده بالذات تحديدا لقاء الاهلي والمصري وجود لجنه طبيه بقياده الدكتور علاء رشاد رئيس اللجنه الطبيه، ومعاه طاقم طبي مخصص من 3 دكاتره موجودين لمتابعه ومراجعه كافه الاجراءات الاحترازيه، مش في ارض الملعب وبس، ولكن ايضا المدرجات، وايضا مسؤولي المجلس الاداره سواء من النادي الاهلي او النادي المصري. يعني اقدر اقول لك احمد واقول لك يا ساره ان في تجديد، وايضا من النقاط المهمه جدا ودي هتبقى يعني حاجه حصريه لقناه النادي الاهلي، في تعليمات بمنع دخول يعني في اسماء بعض لاعبي النادي المصري اللي يعني ثبت ان عينته ايجابيه، هيمنع اي فرد من دخول الاستاد، هيتم يعني في متابعه ومراقبه امنيه وايضا طبيه باسماء اللاعبين اللي هتدخل لارض الملعب سواء من لاعبي نادي المصري وايضا لاعبي النادي الاهلي وخاصه النادي المصري بالتحديد لوجود حالات ايجابيه، كان 5 حالات في نادي المصري. في تجديد تام من مسؤولي الاستاد، ايضا مسؤول الجانب الامني الجانب الطبي، كل الامور نقدر نقول على ما يرام ان شاء الله في استضافه احداث اللقاء. لو هنروح لفريق النادي الاهلي واستعداده لهذا اللقاء، هنقدر نقول النادي الاهلي استعد جيدا لهذا اللقاء. نشوه الانتصار في على فريق الجونه، وعايز اتكلم في نقطه بالتحديد يا احمد على توقيت الانتصار على فريق الجونه. مع الدقائق الاخيره ادى يعني دفعه قويه جدا للعيبه النادي الاهلي. توقيت ان انت تنتصر في الدقائق الاخيره في الدقيقه 94 او الدقيقه 95 زود من رفع من الحاله المعنويه للاعبين، تجاوز اللاعبين الفتره السابقه، بدا اللاعبين ان هم يجهزوا خلاص للمرحله القادمه، ودي كانت من النقاط المهمه. ايضا مستر ريني فايلر كان فرض حاله من السريه، كان المران الاخير كان مران مغلق لفريق النادي الاهلي، قدر من خلاله ينفذ بعض الجمل التكتيكيه اللي نقدر نقول ان شاء الله جماهير النادي الاهلي هتتفاجئ بيها النهارده في ارض الملعب، ويعود النادي الاهلي لسابق عهده، وان شاء الله يبقى فيه نتمنى ان شاء الله معدل تهديفي كويس جدا لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء ده طبقا للتدريب الاخير اللي احنا تابعناه وشفناه. ومش هنتكلم يعني في النقاط الفنيه بشكل باستفاضه اكتر، لكن ان شاء الله هيبقى في تنويع وفي تغيير في ادوار اللاعبين، تغيير في بعض الجمل التكتيكيه، في التوظيف في المحاور الهجوميه، ده الشيء المنتظر ان شاء الله من جانب فريق النادي الاهلي. ايضا لو فاروق شكرا يعني جزيلا الصوره اكتر يا احمد النهارده، بشكرك شكرا جزيلا وبعتذر جدا لضيق الوقت، وبالتاكيد هنتابع معاك على شاشه قناه النادي الاهلي في الفتره اللي جايه اثناء طبعا استوديو التحليلي مع زميلنا العزيز كابتن ايمن شوقي اخر تطورات من داخل ارضيه الملعب. بشكرك شكرا جزيلا، وان كنت برضو باكد يعني طبعا استعدنا الروح في ماتش الجونه، استعدنا الروح في ماتش الجونه، الحاله المعنويه في اعلى حالاتها، في اعلى حالاتها ما فيش شك، واللعيبه ان شاء الله باذن الله تقدم الـ يعني اقصى ما لديها، لكن ده ما يمنعش انه كل 90 دقيقه ليها حساباتها، كل 90 دقيقه محتاجه اقصى درجات التركيز، وعندنا دروس كتير جدا حصلت. يعني فكره انه احنا ناخد الـ 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 الحاله بتاعت ماتش الجونه وترفعنا الـ 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 يعني لاعلى حاله معنويه وتخدعنا في لحظه من اللحظات، ما اعتقدش انه ده يكون امر وارد. اتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم عدد كبير جدا من الاهداف، نتمنى على اقصى تقدير انه الجهاز الفني واللعيبه يحققوا اكبر قدر من الاستفاده، مش بس فيما يتعلق بحساب النقاط وحسم البطوله، لكن كمان على مستوى الاستعداد والتجهيز للفتره القادمه. اكيد يا احمد بنتمنى النهارده ان احنا ان شاء الله نحقق الثلاث نقط باذن الله، ونتمنى ان احنا نشوف الفريق في افضل شكل وافضل اداء واداء افضل من قبل كده بكتير، ونشوفه دايما في تصاعد مستمر باذن الله الاداء ده، وان شاء الله ان شاء الله نكون بنستعيد الروح زي ما احمد بيقول دايما روح الانتصارات، وما نبطلش ان احنا نكسب. خلينا قبل ما نختم نقول انه فريق النادي الاهلي مرتبط لكره اليد، حقق بطوله الدوري، ودي يمكن تكون مواليد 2002، ودي تكون بشره خير ان شاء الله باذن الله. الف مبروك للولاد، فرحتونا وفرحتوا جماهير الاهلي، وبالتوفيق والنجاح دايما للمارد الاحمر. نقابل حضراتكم ان شاء الله بقى بكره وحلقه جديده، ونحتفل ان شاء الله باذن الله مع حضراتكم بفوز النادي الاهلي على النادي المصري. تحياتي لكل جماهير الاهلاويه.